أنا من رام الله الخبير العسكري والاستراتيجي واصف فارقات، مرحبا بك على فرانس 24، أهلا بك. بداية من الناحية العسكرية والتقنية، هل يمكن لإسرائيل استهداف المنشآت النووية في إيران مثل منشأة نطنز مثلا وهي في عمق كبير تحت الأرض؟ يعني هذا حسب ما هو الاستهداف، ما هو الهدف، هل هو إلحاق ضرر مثلا أو هي رسالة ردع أو هي تدمير المنشأة. هذا كله طبعا يعني يحتاج كل له مواصفات، سواء كان بالسلاح أو بالمعدات القتالية. يعني هناك سلاح مخصص للأعماق مثل القنبلة التي تسمى GBU-57، وهذه تحتاج إلى طائرات قاذفات من نوع B2، هذه أمريكية سواء كانت القاذفات أو القنابل. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لإسرائيل باستخدامها؟ أما إذا أرادت إسرائيل أن تستخدم طائرات F-15 وهي موجودة لديها، أو أرادت أن تقوم بعملية برية جوية مشتركة في عمليات خاصة، يعني هذا يعتمد على الهدف وعلى القدرات الموجودة. أولمرت وكان رئيس وزراء سابق قال القوات الجوية الإسرائيلية لا تملك المعدات والذخائر التي تستطيع من خلالها ضرب الأعماق، أعماق المنشآت النووية. هذا يعني أنه من الصعب على إسرائيل لوحدها أن تنفذ مثل هذه العملية. طيب، أنا أعتقد أنه نعم، خبراء أمريكيون يقولون أيضا أنه سيكون من الصعب تدمير المنشآت النووية باستخدام القنابل المخترقة للتحصينات. ما الخطط الإسرائيلية والأمريكية في هذا السياق؟ هناك فرق بين خطط إسرائيلية لوحدها وبين خطط إسرائيلية أمريكية لوحدها. أنا أذكر أنني كتبت مقال قبل أكثر من 15 عام، كانت إسرائيل قد أعدت خطتها كاملة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حينما علمت المؤسسات الأمنية والبحثية الأمريكية بالموضوع، أعتقد أنها رفعت توصية للرئيس جورج بوش الابن في حينها بأن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الضربة هي مجازفة كبرى ومخاطرة كبرى، لذلك توقفت حينها. أنا أعتقد أن إيران لديها أقمار اصطناعية تستطيع أن تزود الدفاعات والرادارات الموجودة في داخل إيران بمعلومات مبكرة، ولديها القدرات الرادارية والدفاعية التي يمكنها أن تتصدى سواء كان للطائرات الأمريكية أو للطائرات الإسرائيلية، مما يحول دون قدرة هذه الطائرات على تنفيذ أهدافها كما تشتهي بدقة. فبالتالي نحن نتحدث عن قدرات تتطور في كل يوم، وكلاهما يحضر نفسه للرد والردع. طيب، هذا الاستهداف المحتمل والرد العسكري الإسرائيلي، هل برأيك سيطال فعلا هذه المنشآت النووية، وهل سيؤدي ربما ذلك إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر في الشرق الأوسط؟ يعني بالتأكيد هذا حسب الرد، ما هو شكل الرد، طبيعة الرد، حجم الرد. إيران تقول أي استهداف لأدنى مصالح إيران سيكون هناك رد، وليس كما هو رد يوم 14 نيسان، سيكون رد قاسي وخلال ثواني. إذن نحن أمام تهديد صريح وواضح، لأنه إذا ما قامت إسرائيل بالرد، يعني كان هناك استهداف للسيادة الإيرانية وللمصالح الإيرانية، سيأتي الرد من إيران. وإذا جاء الرد من إيران، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وماذا سيكون موقف الدول التي تساند أمريكا وإسرائيل، التي ساندت يوم 14 الشهر؟ والولايات المتحدة على لسان بايدن ترفض كما يبدو رد الإسرائيلي. على كل، شكرا جزيلا لك، من رام الله الخبير العسكري والاستراتيجي واصف فارقات.